كل شيء ماكو، كل شيء ماكو من الحكومة ولا حصة، كل شيء ماكو. هاي الحكومة هي فاشل، هاي حكومة فاشل. زين العالم شلون جاي تمشي حياته اليوم اذا ماكو مثلا الناس؟ عمك هات لها جوع الناس هسه. ايوه اي والله هسه شوف انت يوم على يوم هنا ناس هي جاي تطلع شوي شوي، اي تعبوا وماكو حكومة، ماكو ماكو حكومه، ما انت انا لا تقول لكو حكومه بالعراق. حتى عمي يحكي التخصيصات مال الحصه التموينيه، خلي يطيب بطل دهن وكيلو شكر كل شهر وخلي قاعده بالبيت وخلي يعيش بهن. شلون يعيش بهن؟ شلون يعيش بهن؟ كل شيء ما برايك اليوم لا سامح الله اذا مثلا العالم طلعت ايه منظم ولا يبقى بالبيت خويا هسه، ولا هو يريد يبقى بالبيت وامي كتله جوع يقول لك انا عاد خلنا نطلع هل اشتغله يعني، وشوف الله سبحانه وتعالى ايش كاتب العيال. بس هي الحكومه لو تريد حد، هذا المجلس مال النواب شهر واحد ما يستلم ويوزعونه للناس الفقراء نسبه محدده من رواتبهم تنازل بيها، واحنا نمر بالظرف يعني نازلون شهر واحد، شهر واحد من هاي السنيكه، شهر واحد يعطيها للشعب، شهر واحد تمشي تمشي هاي الناس. بس هو ما حد جاي يسوي على الاقل، بس هاي الفتره مال شو اسمه هذا مال حظر يمشي المواطنين راتب يعني شيء معين بال يعني خلينا نقول مبلغ بسيط هسه يعني ما جاي البطاقه التموينيه يعيشون بها هاي الفتره. زين الناس لا شغل لا عمل لا هذا قاعد فلوس ما عنده وقاعد بشون يعيش؟ شلون يعيش؟ انت حطه بقفص هسه وسد الباب عليه يوم كامل يقاوم بدون لا اكل ولا شرب؟ فهي هاي 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 الحقيقه يعني. حياكم الله، اشكركم. الشعب كله